مين مطرب كان بابا يبقى سعيد قوي وهو بيعمله لحن او مطربة؟ والله لو قلت لك ان هم كلهم مش لا بس اكيد هتصدقيني، بيبقى فيه صوت كده. بس السيدة وردة، ورد وردة تليها أستاذة ميادة الحناوي. لكن السيدة وردة كانت يعني اكتر حد هو بيبقى مستمتع وهو بيشتغل معاه، لانه كان بيحبها على المستوى الانساني. هما كانوا جميل. اصدقاء جدا ونجحوا مع بعض قوي، يعني هي نجحت معاه جدا، وهو كمان يعني مستوى معرفة الناس بيه عالي قوي بعد ما اشتغل معاه. مع ورد انتشاره تقصدي او شهرته؟ شهرته يعني هو كانت بداية شهرته مع السيدة أم كلثوم، بس هي توفاها الله ايوه، فكمل المسيرة مع وردة، فابتدى بقى يبقى واعتقد كان في اغنيه للسيده ام كلثوم فاداها للأستاذة وردة اللي هي للاستاذه ورد، أوقاتي بتحلو. اوقاتي بتحلو. مين مطرب يعني كان ممكن يكلفه بلحن او مطربه وهو مش مقتنع قوي بالحكايه بس مكسوف يعتذر؟ لا هو كان بيعتذر او عادي. اعتذر، لا اعتذر لمين؟ لا مش فاكرة، بس كان بيعتذر، يعني كان بيعتذر وبيعتذر كتير، لعدم اقتناعه بالصوت. لعدم اقتناعه بالصوت او لعدم اقتناعه بالكلمات. وفي اوقات كان بيبقى مش مقتنع بالصوت قوي، لكن بيعمل له لحن من باب التشجيع، ان دول الاصوات بتاعت، وخصوصا الاصوات اللي كانت اصوات الاذاعة، فكان بيعمل لهم الحان علشان يستمروا في الاذاعة حتى لو هو مش مقتنع قوي. يعني كان بيعمل حاجتين عكس بعض. ممكن بالظبط. هو شخصية استثنائية جدا. استثنائية. كان ليه طقوس في حالة إعداده اللحن؟ يعني أصل في فترة كده كانت زخم وحالة جميلة قوي، تلاقي فوازير وتلاقي أغاني وتلاقي مسرح وتلاقي صح، تلاقي كل حاجة صح. يعني هو كان بيتعامل مع بصي احنا ما شفناهوش كتير في البيت في حالة ولادة الألحان يعني، إلا نادرا يعني، لكن هو كان عنده مكان مخصص بيروح يشتغل فيه، زي بره البيت، بره البيت مكتب بيروح يشتغل فيه، زي يعني كأنه عنده شيفت شغل يعني. لكن لما كانت بتبقى شغلاه جملة موسيقية أو حاجة كده، لأن احنا اللي كنا بنسجل له الكلام علشان يفضل يسمعه ويحفظه علشان يبتدي يلحنه كلام الأغنية، كلام الأغنية. ده هيوديني الموسيقى التصويرية كان بيعملها ازاي. اتفضل. فكان تحسيه سرحان كده يعني، تكلميه في حاجة فما يبقاش مركز معاكي قوي. ينادي يقول مثلا هاتولي العود، فيعزف حاجات مش هو اللحن بس، حاجات ايوه اللي هو المود اللي جاي ده رايح فين، او يبتدي يفتكر بيعزف حاجات قديمه مثلا بتاعته، او سيد درويش او لزكريا احمد، فتبقي فاهمه انه في ايه، احنا بنستدعي الموسيقى اللي موجوده في الدنيا علشان نعمل منها حاجه. وكان بيبقى عصبي شويه بس مش قوي، بس لغايه ما يقفش اللحن زي ما بنقول، لحد ما يبتدي يشتغل. طيب الليله الكبيره حاله خاصه، كانت مكتوبة زي ما بتشوفها وبنسمعها ولا كان ليه هو التدخل فيها؟ لا ما كانلوش أي تدخل، ما كانت صلاح جلال ما كاملة. ينفعش حد يتدخل في شغل. لا ما أقصدش إنه يتدخل، أقصد فكرة تكامل. هما عملوا الليلة الكبيرة، كانت أول عمل يقدم على مسرح العرايس. وكان أستاذ راجي عنايت اللي هو والد العظيم جمال عنايت، أستاذ جمال، كان هو رئيس المسرح وقتها، فدي كانت اول الاعمال، وكان في سلسله اعمال. لكن الليله الكبيره كانت اكثر حظا لانها هي اللي اتصورت. شايفه ان ده السبب؟ لا في نجاحها؟ لا انها اللي اتصورت؟ لا هي ليها اسباب كتير. اولا لانها حدوته، ولانها تيمه شعبيه، ولانها بتحكي عن حاجه مصريه جدا، ما هياش قصه من الخيال بنحكي عن كذا وكذا وكذا. لا احنا بنحكي بلدنا بيحصل فيها ايه، فهي اللي بيشوفوها في الزمن ده كانوا عصر المولد، فبيتفرجوا على حاجه هم اوريدي عاشوها، بانهم عايشينها. زائد انه هي كمان لحنها على طول ولا عدل فيها؟ اللحن العظيم اللي بنسمعه ده مش عارف، ما اقدرش افتي، بس هو اكيد اتعدل فيها يعني بالتاكيد. ما فيش عمل في الدنيا من اول ما، خصوصا لو ملحن، من اول ما بيطلعه لحد ما بينهيه بيفضل زي ما هو. يعني لازم بيحصل عليه تعديلات. لكن أنا دايماً بقول جملة، إن الليلة الكبيرة
مش بس لانها عمل لطيف وظريف وكده، هي كمان على مر الزمن لما هنيجي نوثق في مصر لتاريخ فتره زمنيه والتاريخ المولد تاريخ والمولد مولد. لما هنقول المولد في مصر كان بيتعامل ازاي، ليله كبيره هتبقى واحده من المصادر انه ده كان شكل المولد في مصر. مش عايزانا نعمل قصه حياتنا. ده كفايه تاريخ الفتره بالاحداث الفتره الزمنيه أنا دي. انا لما بكبر شويه في العمر ويعني ببتدي ابص عليه من نظره بقى كاتبه او أيوة. متفحصه او متذوقه للموسيقى او لاي شيء، بشوف ان هو كان عنده مشروع خفي على مدى عمره ليه علاقه بمصر، مش انه فقط ملحن. يعني لما تشوفي على مدار عمره محطات معينه، لان اعماله الوطنيه كمان جميله، سواء الاعمال الوطنيه او مثلا ديوان من نور الخيال وصنع الاجيال في تاريخ القاهره اللي اتعمل للاذاعه، ده بيحكي تاريخ مصر او المسحراتي وكلمتها صحيح، او الليله الكبيره او حاجات معينه في محطات كده تحسي ان هو بيوثق فيها صحيح للبلد دي. كل ليله مسحراتي كان في حدوته ليها علاقه بتاريخ بالظبط كده. أيوة. الحاجات الصور الغنائيه اللي هو اختارها للاذاعه هو وصلاح جاهين، يعني كانوا بيتكلموا عن العمال، كانوا بيتكلموا عن عمال المكن، كانوا بيتكلموا عن الفلاحين صحيح، فهو بيوثق بشكل ما للبلد غير الجزء التجاري اللي هو الأغاني العاطفية والحاجات دي، لكن كان فيش في خط موازي ربما الناس ما تعرفش عنه كتير اللي هو بيوثق فيه للبلد دي وللبلد. ده مهم.